عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديدة خصيصا للشعر المتساقط بطريقة رهيبة. كنعرفو في رمضان وداكشي كيبدا ما كناكلوش مواد غذائية اللي هي منفعة، لذلك فاش كيبدا يطيح لنا الشعر ديالنا بزاف، وكذلك من بزاف ديال العوامل. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي جد سهله. اول حاجه الناس كناخذوا قرعه بحال هكا، قرعه عاديه عندكم في الدار ما كتستعملوهاش، كنضيفوا عليها زيت الزيتون اللي تكون ما فيهاش الملحه. الا كنتو عارفين باللي راه فيها الملحه حاولوا انكم تغليوها شويه في كسرونه عاد تستعملوها. انا هذه عندي بلا ملحه. غادي نحتاج جوج ديال الدروس ديال الثومه، جوج ديال الأضراس ديال الثوم، يكونوا جوج حمرين باش تكون منفعة كبيرة. نخلط هنا سكين، جوج دروسة ديال الثومة، وغادي نحاول نقطعهم على جوج باش هذاك هذا يستفد منه. غادي نزيد الدرس الثاني. كنأكد الثومة الحمراء البنات ضروري ما تحاولوا انكم ما ديروش مكونات اخرين باش هادشي يكون مفعول. هذا دابا هانتوما كيما كتشوفوا كنزيدو داك جوج تومات ديالنا، جوج دروس ديال الثومة، وضيف كذلك فلفلة ديالي. غادي نقطعها حتى هي طريفات. هذا هو المكون الاساسي، الفلفله نقطعها حتى هي طريفات. كنقطعها طوال واللي بغيتيو، المهم على حسب القدر ديال الزيت اللي دايرين. الا كنتو دايرين زيت بزاف كديروا فلفله، الا كنتو دايرين نص ديال الزيت كديروا نص فلفله، الفلفله حمراء ولا الفلفله خضراء اللي عندكم صافي. اوبس، احنا دابا سالينا. غادي نزيد كذلك مكون اخر اللي هو الزعفران شعره. غادي ندير منه غير شويه، ما عنديش بزاف، لذلك غادي ندير منه غير شي شويه. حتى هو من المكونات الاساسيه اللي باش انا نزيد في الشعر ديالنا. نديرو هكا شي ثلاثة زغبات ولا ديال الزعفران، حتى هو عندو فوائد كثيرة. هانتوما يا البنات، غادي نزيدو تا هو في المكونات ديالي. عرفتي البنات شعري كيطيح بواحد الدرجة ما تخيلوش. هاد الوصفة هادي الحمد لله حبست لي من داك الحته ديال تساقط الشعر. كنضيف كذلك سكينجبير، الا عندكم خضر حكو زيدو سكينجبير، حتى هو مهم بزاف. مقدار ديال معلقه ونص ولا معلقه وحده صغيره. كنضيف كذلك بعض حبات الحلبه هكا، مقدار ديال معلقه صغيره ديال الحلبه صافي. هاد المكونات كلهم هما اللي كندير في الشعر. نسيت البنات واحد المكون اللي هو رئيسي، هو الزعتر. البنات كيخلي واحد الريحه، كيكاستي لنا داك الريحه ديال الحلبه وديال الثومه. الزعتر كتخلي واحد الريحه وكيحيد الشقيقه بالنسبه للناس اللي عندهم تيضروا راسهم وداكشي، كيحيد الشقيقه. مقدار ديال معلقه كبيره ديال الزعتر، انا كيعجبني صراحه الزعتر كنكثر منه لانه حتى هو كيخلي واحد الريحه زكيه بزاف وكينقي لنا الفروه ديال الراس ديالنا. صافي دابا حنا سالينا من المكونات، غادي ناخذ معلقه صغيره وغادي نحاول نحرك المكونات كلها بهذه الطريقه، وضروري اننا نسدوها باحكام وما تشوفش الشمس نهائيا البنات،
وانتم كتستعملوها ما تبينوهاش للشمس نهائيا، حاولوا ديروها في الدوش ويكون الدوش مظلم الاحسن. لحد بدا انكم تخليوها شي جوج سيمانات ولا 3 سيمانات حتى تستعملوها، ولكن الا كنتو زرباني من شعركم فريمون مهلوك حاولوا تبداوها من النهار الاول اللي تصاوبوها. انتم البنات كنديرها في مكان مظلم وكان نبدا نشقق بها شعري وكنخليوها واحد نص ساعه ولا ساعه على حسب الشعر ديالكم كي داير. الا كان شعركم تيطيح بزاف حاولوا تخليوها تباتوا بها الليله كامله. الا كان شعركم شويه كتحت ما كيطيحش بزاف، وهذه البنات كتخلف الشعر حتى من الامام اللي كيكون شعرهم البنات اللي كيديروا الحجاب وكيخوالهم شعرهم من القدام. هذه الوصفه هذه راه جميله بزاف، بداو تعتنيو براسكم من دابا ان شاء الله باب العيد قريب بداو تستعملوها باش شعركم يولي مزيان. وحتى فهاد البنات اللي كيديروا السشوار شعركم غتلاحظوا الفرق، ما غاديش يبقى غادي تولي فيه واحد لابغيونس حيتاش من بعد ما كنبقاو نديرو السشوار بزاف الشعر ديالنا كنحسو به ما بقاتش فيه داك الحيويه وداك النشاط وداك لابغيونس كيفتقدوا الشعر ديالنا. داكشي علاش هاد الوصفه هادي البنات عن تجربه زوينه بزاف زوينه بزاف، وانت ديرها ماما وتديروها كاع البنات اللي كنعرف ودي يوتيوبرز خير خلاص تا هما كيديروهم. واحد البنت حتى هي كديرها كنعرفها فريمون شعرها ولا زوين بزاف، وتا انا دابا بغيت كنديرها. هانتوما البنات هادي راه خلطه ديال النساء ديال السوس كلهم كيديروها، زيت الزيتون كيزيدو حتى زيت الارغان، وهذا الثومه والزعتر والزعفران شعره حتى هو مكون اساسي حتى هو كيقوي الشعر وكيزيد من اللمعان ديالو. وكنبغيكم البنات بزاف وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، وما تنساوش تعتنيو براسكم واخا رمضان واخا الاجواء ديال رمضان واخا التعب وداكشي حاولوا تعتنيو براسكم بماسكات وتعتنيو بالشعر ديالكم. وكنبغيكم بزاف البنات وان شاء الله موعد اخر في فيديو اخر. سلامه.